ارجعوا اقرأوا ما هو العلم تعرفون. هل يقوم الطالب قبل أستاذه؟ لماذا أنا جالس هنا؟ لا تضعف هيبة العلم كأننا عوام، يقوم واحد ويخرج ويقوم واحد ويخرج ويقوم واحد ويخرج، وكلها دقيقة واحدة. فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. الحين الإخوان اللي بيمشون نجيزهم ولا ما نجيزهم؟ إيش رأيكم أنتم اللي جالسين؟ ها؟ سمعوا؟ إيه. ليس العلم السمع، ليس العلم السمع. ارجعوا اقرأوا ما هو العلم تعرفون. هل يقوم الطالب قبل أستاذه؟ لماذا أنا جالس هنا؟ لماذا ما أمشي أيضا، ما أكمل قراءة هالورقة هذه وأمشي؟ يا إخوان، ينبغي أن يعلم الناس أن للعلم هيبة، فلا تضعف هيبة العلم، لا تضعف هيبة العلم كأننا عوام، يقوم واحد ويخرج ويقوم واحد ويخرج ويقوم واحد ويخرج، وكلها دقيقة واحدة. وأما المنظر فإن الذي يجلس على هذا الكرسي يهوله أن يرى تفرق طلاب، يهوله أن يرى تفرق طلاب، فالتفرق الظاهر ينتج التفرق الباطن، والاجتماع الظاهر ينتج الاجتماع الباطن. فلذلك أحب لكم أن تكونوا على سنن السلف رحمهم الله تعالى، وأن تقتدوا بهم في هديهم. أيها الإخوان، لا نعلم من السابق إلى الله بالعلم. لا يحسبن أحدكم أني إذ كنت جالسا هنا أني أسبقكم إلى الله، فربما كان هناك رجل متأدب بأدب العلم مقبل على الله عز وجل في جلوسه هنا، يريد أن يكون قربة لله عز وجل، فيكون بإخلاصه وأدبه وحرصه أسبق منا جميعا عند الله عز وجل. وهل يراد العلم إلا للسبق إلى الله؟ ما يراد العلم يا إخوان للشهادات والجاه والمناصب والرئاسة والتقدم، هذا لا ينفع شيء. كلنا ميتون، كلنا مخلوقون، لا يغني أحد عن أحد، ولكن الشأن أن ننتفع بهذا العلم عند الله. نجلس نحن في يومنا هذا ساعات عديدة، فالفائز منا من كانت هذه الساعات في صحيفة حسناته، والمحروم منا من كانت هذه الساعات في صحيفة سيئات. الساعات في صحيفة سيئات. ولا يقدر المرء على أن تكون هذه الساعات في صحيفة حسناته حتى يكملها كما يحب الله، وإن الله لا يحب تفرقنا، ولا يحب أن يخرج أحدنا قبل غيره، وأن نكون أوزاعا متفرقين، كلا يخرج صوب ما يريد برأيه واجتهاده وإقباله، ويترك انتظام الدرس الذي هو عبادة لله سبحانه وتعالى. بمثل رعاية هذه الأصول لا نشرف عند الناس، نشرف عند الله. نحن لا نريد كثرة الجمع ولا القبول والسمع، وإنما نريد أن نبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وأنتم ينبغي أن تجلسوا هنا لتتعلموا دين الله كما ينبغي. أو ترون أن صالات الجامعات وقاعات الفصول أشرف على الله من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأحدنا إذا كان طالبا في إحدى تلك المقامات لم يخرج قبل أستاذه، بل ولا يدخل بعده، لأنه يمنعه من ذلك. فهل يليق الاستخفاف والاستهانة بجناب العلم أن لا يبالي الإنسان بحاله في درسه؟ لا يليق ذلك يا إخوان. اللائق أن نكون على أكمل الأحوال، فنسأل الله عز وجل أن يكمل أحوالنا باطنا وظاهرا. قلنا بإسناد المسلمين.